وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ياسين السيد، مدير إدارة نظم الملاحة الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن ما هي القيمة العلمية والعملية كذلك التي سيقدمها نظام المحاكاة الجديد لقطاع الطيران المدني؟ بداية أمسي عليكم على المشاهدين بالخير. طبعا مشروع نظام المحاكاة لبرج المراقبة الجوية هو حتما من أهم المشاريع اللي سعت لها شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، واللي يعد الأحدث في المنطقة، حيث شكل النظام الجديد إضافة ونقلة مهمة في عملية تدريب والتأهيل المراقبين الجويين في برج المراقبة الجوية، ويساهم أيضا في تنمية الكوادر الوطنية في مجال إدارة الحركة الجوية. نظام المحاكاة الجديد يتيح الفرصة للمراقبين الجويين من خلال التدريب العملي المتواصل على مختلف العمليات والسيناريوهات وحالات الطوارئ في مطار بحرين الدوري، واللي بدوره يساهم في تعزيز خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والجودة وفقا لمعايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي. نعم، أيضا كيف سيسهم تدريب المراقبين الجويين في تأهيل كوادر وطنية مدربة في هذا المجال؟ طبعا تأهيل الكوادر الوطنية يعد من الأهداف الأساسية والاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات، ونظام المحاكاة الجديد تم إطلاقه والعمل عليه لتحقيق هذا الهدف تحديدا، حيث أن النظام سوف يمكن المراقبين البحرينيين في برج المراقبة الجوية بالتدرب على مدار الساعة عن طريق محاكاة لعمليات الحركة الجوية بالمطار بمختلف الظروف الجوية والمناخية المحيطة بالمطار، واللي لا شك سوف يساعد الكوادر الوطنية لاكتساب المهارات اللازمة والخبرة العملية لإدارة الحركة الجوية في مطار البحرين الدولي بأعلى مستويات السلامة. كما أن النظام سوف يعطي المجال للكوادر الوطنية بالتدرب على نطاق أكبر وأوسع لتنمية قدراتهم، واللي طبعا سيساعد في تعزيز مكانة وسمعة مملكة البحرين على النطاق الدولي. نعم، ياسين السيد، مدير إدارة نظم الملاحة الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.